مع طبعا حفظ الألقاب. احنا كده كجماهير بقى، خليني اكلمك بالجماهير. احنا بنقول ايه اللي بيحصل الشناوي لما بيروح مع كابتن احمد يعني، او ايه اللي بيحصل مثلا مع الشناوي الزمالك او بيراميدز، او ايه اللي بيحصل ايا كان اللي بيجي لك، بنحس بطفره مع ان الوقت قليل جدا. لكن خلينا نتكلم في المستوى الفني بقى. انا عايز بس اكد على حاجه، انا ككابتن احمد ناجي راجل اشتغلت في المنتخب والناس كلها اشادت باداء الحراس زي ما حضرتك بتقول، فطبيعي جدا ان انا لما استبعد هقول ليه، ولا حضرتك يعني لا انا مؤمن ان شغلتنا ما فيهاش ليه يعني. ما فيهاش ليه. يعني طبعا انت يعني محكوم بـ 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 بناس بتختار، هي اللي بتختار، او مدير فني بيختار جهازه، فهو بيبقى شايف المناسب ليه ايه يعني، بغض النظر عن اللي حصل قبل كده. ما حتى وانا رشحت للفتره اللي فاتت كان في تنافس جامد جدا بيني وبين بعض المدربين، ان انا حتى بعد مستر كوبر ان انا ما كنتش موجود، يعني كنت موجود فكملت، لكن كان في برضه منافسه ان انا ما بقاش موجود حتى في الفتره الثانيه. الفتره الثالثه يمكن كان في وجهات نظر ان مش عايزين حد من الجهاز القديم، عايزين نغير الجهاز كله يبقى كله جديد. وجهات نظر، اللجنه الخماسيه كان ليها راي، الكابتن حسام البدري كان ليه راي، لكن انا ما بزعلش لانه هي دي مهنتنا طبيعتها كده. بجد ما تزعلش يا كابتن؟ والله ما زعلت والله، لانه انا عارف انه يعني زي ما قلت لك انا مش مهم انا فين، المهم انا بعمل ايه. وزي يعني مبسوط جدا من كلامك ومن اراء الجماهير ومن ال هو مش كلام، ده كلام مصر كلها يعني. حتى هو ده اللي مخليني عندي ثقه في اللي جاي، عندي امل كبير في اللي جاي يكون افضل وافضل، لان فعلا بحاول اقدم كل يعني خبراتي في 30 سنه في المهنة دي. 30 سنة مش قليل خالص يعني. طبعا انا هقول لك دلوقتي كمان، انا حصلت مكالمة بيني وبين طارق سليمان. انت عارف اني بحب اشوف ايه يعني، ايه اللي بتعمله انت في اسبوع يعني، عايز اعرف. فقلت له فعلا يا طارق، انت عارف طارق حبيبي جدا. لا طبعا كابتن طارق ناس مميزين ومن تلامذتي يعني. فعلا الكابتن احمد ناجي قال لي طبعا، قال لي يا ميدو كابتن احمد ناجي عنده خبرات كبيره جدا وبيعرف يدخل، ممكن اكيد انا بيبقى ليا شغل في النادي الاهلي مش هدخل في مداخل زي ما الكابتن ناجي هيعرف، ودي كانت شهاده بصراحه. انا قلت له بجد؟ قال لي والله بجد. فانا بصراحه استغربت كلام طارق كمان. لا هو طبعا احنا في المهنه، ناس في المهنه، طارق يعني او في بدايته التدريبيه اول يعني كورس تدريبي خده على ايدي، يعني اول كورس هو تدريبي الراجل بصراحه يعني خده على ايدي. وانا دايما بقول لو انا كويس يبقى طارق كويس، يبقى كل الناس. ايمن طاهر اول كورس تدريبي خده على ايدي برضو، فلو ايمن كويس وطارق كويس وسعفان كويس وكل الناس كويسه، وده اللي حصل فعلا في طفره في اداء حراس المرمى، لان هم بداوا يستخدموا الاسلوب العلمي في التدريب، بداوا يشوفوا، بداوا يقروا، بداوا. وده الكلام دايما اللي انا بحثهم عليه يعني، كلهم كمدربين اسامي كبيره، وفي اسامي يعني انا فخور بيها جدا يعني في كل الانديه. خالد عبد الله في المقاصه من الناس الكويسين جدا، هشام السيد في الجونه من الناس الكويسين جدا. يعني مش عايز انسى بس حد، لان في مدربين فعلا، سيد السويركي في فرق الجيش برضو من الناس الهايلين جدا 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 يعني، وحد برضو من ولادي وحد من الناس اللي انا يعني متابعهم، في احمد الظهراوي، في يعني اسامي كبيره، اسامي يعني وشغالين دلوقتي، وده واضح على مستوى الحراس يعني. مستوى الحراس المكان ده دايما اقول انا مش قلقان عليه خالص في مصر. احنا ده دلوقتي عندك محمد الشناوي وعواد ومحمد بسام في المنتخب، في اصابه لاحمد عادل عبد المنعم بعدته، وفي اصابه لاحمد الشناوي بعدته، فما كانش عندنا مشكله، لان الثلاث مباريات اللي اتلعبوا في الدوري كان بسام واضح ان هو فايق ومتجهز كويس من خلال الكابتن سيد السويركي. احمد عادل عبد المنعم طالما حضرتك ذكرت اسمه، ليه ما كانش مرشح لانضمام المنتخب الفتره اللي فاتت؟ لا كان مرشح، كنت دايما كان مرشح يعني. كان بيجي المعسكرات؟ لا ما جاش المعسكرات، لكن هو دايما من انا كنت دايما وانا بطلع اتكلم اقول ان في 7-8 حراس. تمام. في بقى اختيارات بتتم عن طريق يعني نقط معينه. تمام. اللعب تحت ضغط، اللعب في بطوله افريقيه، اللعب تحت اكيد يعني نيرف معين في المباريات، فيعني ولكن هو كان دايما مرشح من 5-6 اللي كانوا بيبقوا موجودين. هو كانت فرصته كبيره جدا في الدخول، كان في مكالمه بيني وبينه قريب، وكان قال يعني ان الكابتن ايمن كلمه وقال له، فعرف ان هو عنده حاجه في ركبته، فده دي اللي بعدته شويه. كذلك احمد الشناوي برضه من الحراس اللي كانوا مرشحين في المعسكر ده، جات له اصابه
فلا مصر ما شاء الله يعني مستوى الحراس فيها متميز يعني. مين اصعب حارس تعاملت معاه كابتن احمد؟ اصعب دي تحتمل حاجات كتير، اصعب كشخص، اصعب كحارس، اصعب كايه يعني. اصعب في 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 العموم. لا هو يعني اللي انت كان نفسك تلعبه بس شايفه صعب يعني، مش عارف تلعبه من تفكيره من دماغه من اسلوبه. لا لا ما حصلتش، بالعكس، واحنا دايما الموضوع بيبقى سهل ان انت تفرز الناحيه الفنيه والبدنيه والذهنيه، ده يعني ما بقاش صعب. ودايما حته المواجهه والصراحه دي بتبقى بتريح يعني، مين عارف نفسه نمره واحد، مين عارف نفسه نمره اثنين، وخصوصا في الانديه الكبيره والمنتخبات. جميل. لانه بتبقى انت محتاج حد يتحمل اعباء يعني مسؤوليه نادي كبير او مسؤوليه بلد. بالظبط. فيمكن الناس بتبقى متعاطفه بشكل او باخر مع حد من حراسه، الاسماعيليه عايزين عواد، مش الزمالك عايزين جنش، مش عارف مين عايزين مين، ولكن انت في الاول وفي الاخر بتبقى انت حساباتك مختلفه عن حسابات الناس. المهم في الاخر تطلع نتيجه ترضي كل الناس وتحس ان انت نجحت بس خلاص ورضيت ضميرك. تمام. جميل جميل. مش هربت من السؤال برضه؟ هربت من السؤال؟ لا ما هربتش ولا حاجه، بس انا ما واجهتش الصعوبه في التعامل مع شخص معين، لانه انا دايما عندي بحلل الشخصيه اللي انا بتعامل معاها، بختار الاسلوب الانسب للتعامل معاها، حتى يعني طبيعه البيئه اللي اتربى فيها، ايه المناسب في الكلام. طب احنا بندرس دلوقتي للمدربين، بنقول لهم اقروا علم نفس رياضي، عشان برضو طبعا عشان هي حته ان انت تلاقي يعني قناه تتعامل بيها مع اي بني ادم حتى. بالظبط. تقدر تاخد منه احسن نتيجه. بالظبط. طب مين الحارس اللي كان نفسك تشوفه واقف معاك بس الحارس الاساسي مش مديله فرصه؟ يعني الفترات اللي كان فيه حراس مع عصام الحضري، يعني مثلا امير كان حارس موهوب جدا جدا جدا، لكنه قعد فترة طويلة لعصام، وعصام طبعا كان متألق جدا، وكان ما ينفعش انت هتقول لي على عصام. كنا بقى بنستنى الكاس وندي الكاس كنت انت موجود في الفترة مش دي. عايز حتى ما بتصاب مش عايز كنت خلي بالك بيزعل بقى من الكلام ده. لكن كنا بندي امير مباراة الكاس، لان كنا مؤمنين جدا بموهبته وبقدراته يعني. اكيد. يعني لو قلت حضرتك يعني اكيد في احنا لسه ما دخلناش في السكريبت، خلي بالك. اتفضل. كل دي الاسئله اللي بتحبها الناس، عايزه تعرف كواليس كابتن احمد ناجي، اصعب مواقفه مع الحراس اللي هو يعني كنت مبهور من موقف معين عمله حارس، اكيد عدى عليك كتير قوي. لا دايما يعني هو في النادي الاهلي انا اشتغلت تقريبا 13 موسم، فاكيد في مواقف كتير جدا يعني عدت علينا، من اهمها لانه النادي الاهلي بيلعب في بطولات كبيره وبطولات افريقيه وكاس عالم للانديه، من اهمها ضبط التوتر عند الحارس قبل البطولات الكبيره. يعني في مباريات حراس كبيره جدا بتشعر ان مثلا نسبه العرق زياده جدا، مؤشر على التوتر، تركيز رايح، حتى في الاحماء انت ليك في اكيد بتاع انواع من الاحماء بتبقى فيها يعني الاحماء اللي بيدي الثقه، الكونفيدنس وورمنج او الاحماء اللي بيدي الثقه يعني. تمام. بتركز على الحاجات اللي هو اللي انت عارفها ان هو كويس فيها، فبتركز عليها عشان تعلى من الناحيه النفسيه. بالظبط. فتيجي تعملها تلاقي برضو في شورتج يعني، في حاجات بيعملها كويس قوي وفي الاحماء يعني مش مطلع احسن نتيجه، فتحس ان نسبه التوتر عاليه، فممكن توقف وتقعد تنكت وتشرح وتهزر لحد ما تحس انه 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 حصل بالانس يعني، حصل توازن في يعني في الحاله النفسيه، وانه قدرت تظبط التوتر. دي من اهم الحاجات المدرب حراس المرمى في الانديه الكبيره او في المنتخبات لازم يشتغل عليها بشكل جيد، لانه كده كده انت عندك حارس كويس من الناحيه الفنيه. بالظبط. اللي بيفرق ان هو حاسس بالجيم اكتر من اللازم او حاسس بالجيم اقل من اللازم، التوازن ده بقى اللي انت بتعمله ده هو ده المهم، بغض النظر عن الشغل الفني والبدني والتاكتكس والحاجات دي كلها، ده المهم بقى جدا في مدرب نادي كبير رايح تلعب في بطوله كاس عالم، نهائي بطوله افريقيا، تصفيات كاس عالم، تصفيات بطوله افريقيه، مباراه بيشوبها حاجات كتيره في الاتموسفير بتاعها. أكيد.
رايحين بلد طول الليل بيزمروا ويطبلوا عاملين نار مش عارف ايه الحاجات دي كلها. يعني مجبور يعني تجمع خبرات كبيره انت بتستوعبها وبتبقى عارف ان ممكن الحدث ده يحصل ممكن ياثر على نسبه التوتر للحارس. فده بقى شغلك الرئيسي قبل المباريات وبين الشوطين وحتى بعد المباريات وقبل البطولات والتجهيز للبطوله نفسها والتجهيز لشغل البطوله. يعني مثلا كاس العالم اشتغلنا حوالي 3 أسابيع ما بين ايطاليا وبلجيكا لحد ما رحنا روسيا وكان في مباريات يعني فريندلي يعني فاشتغلنا بشكل جيد جدا مع الحراس وكمان الحارس لازم يعرف الـ هو داخل على ايه؟ ايه اهميه الحدث اللي هو هيشتغله؟ ايه نوع الشغل اللي هو هيستفاد منه عشان نتيجته تطلع في المباريات؟ وعلى فكره الشغل ده مش فني بس ولا بدني بس ولا ذهني بس ولا معرفي بس. يعني احنا دلوقتي في اسلوب في المودرن فوتبول انت عندك مساعدين يعني مثلا بتاع التحليل بتفرج الحارس على المباراه كفيلم بيشوفه وبيبقى نازل الماتش عارف 80% من اللي هيحصل. تمام تمام بتقطع له حاجات تمام. وبتجيب له الميزات وبتجيب له العيوب وبتجيب له كل حاجه حتى مين اللي بيشوط مين اللي بيعمل كورسات حتى فرقتك في الديفنس بتاعك. تمام مين بيستلم تحت ضغط مين ما بيستلمش تحت ضغط. جميل قوي. امتى تحول الهجمه امتى تعمل الكونتر اتاك يعني كل الحاجات دي بقينا بنتكلم فيها بحيث ان هو بيبقى عنده داتا زي الكمبيوتر كده بالظبط قبل اللعب. تمام فده بيساعدنا كتير انه ممكن لو حد بيشتغل بالطريقه دي يقدر يطلع نتيجه كويسه. مين كان اكتر حارس عنده الثبات اللي حضرتك بتتكلم عليه الثبات الانفعالي الثبات في الماتشات؟ هو كل الناس خدت فترات لحد ما بقت عندها ثبات. خدوا فترات. حتى عصام الحضري في اوله خد فتره طويله واستخدمنا معاه اسلوب علمي جدا 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 عشان نوصله لدرجه معقوله من الثبات الانفعالي يعني. لكن في محمد الشناوي من الناس اللي ما شاء الله عليه اللي عندها يعني بقى بيحب يلعب في ناس تحت الضغط وتحت في ناس بتبقى المباراه هم على قلبها او هم انت عارف طبعا جماهير هو بيحب الحاجات دي. لا هو عنده حته وصل لحته جميله جدا ما شاء الله انه بيحب يلعب ما تحسش ان هو عنده لدرجه